وبعكس ما حصل من ازدحام مروري وتعطل في سير المركبات بمعظم الطرق المحيطة بجامعة الكويت، وما نتج عنه من تأخر للطلبة عن محاضراتهم، جاءت الحركة المرورية اليوم أكثر انسيابية. تقرير لخالد الفارس. بالمقارنة بين ما حصل أمس من اختناقات مرورية تسببت لكثير من طلبة جامعة الكويت بالدخول إلى الفصول الدراسية في وقت متأخر، بدت الحركة المرورية أكثر انسيابية، وانعكس ذلك على الحالة النفسية لطلبة جامعة الكويت. أمس يعني ما قدرت أدش هنا، أنا كلش تفضت هناك ولا رصيف ويتمشي بعد بعيد صوب الفر، فالحمد لله صار أحسن اليوم. إن شاء الله بعد مع الأيام تصير أحسن. في دكاترة ما يرضون التأخير، في دكاترة ما يقصرون يعني يراعون. الحمد لله أمس تأخرنا عن كلاسات، يعني دشيت كلاس بعد نص ساعة تقريبا من بداية، مقدر وضعنا، عارف الزحمة، عارف الظروف، عرفت؟ فعشان أول كلاس يسامح أول شيء، بس بعدين لا، ما أدري شنو الحل وياه. يعني سووا لنا هذا الفواصل اللي بين الشارع تقلل الزحمه، بس نفس الشيء يعني قاعد يصير الزحمه على الدوار بالخالديه، بس الشيء زين انه يعني قاعد تخف المخالفات على مواقع الخالديه وبس. وبموازاة أزمة الاختناقات المرورية على خلفية بعض المشاريع، فإن مشكلة عدم توفر مواقف كافية لسيارات طلبة الجامعة خاصة جامعة الخالدية لا تزال قائمة، فمعظم الطلاب يعانون من التأخر عن فصولهم الدراسية نتيجة البحث الطويل عن موقف لا يكون الطالب فيه مخالفا لقواعد السلامة المرورية. الحجز اوكي ممتاز، لكن الكلام في الصبح دائما زحمة، نعاني صراحة منها. والمصافط اهم مشكلة ثانية هذه غير الزحمة الصبح يوميا، لكن شو اسوي الحمد لله. تقريبا زاد العدد الاضعاف، ورغم ذلك نفس المصافط ونفس الطرق، وهذه مشكلة يعاني منها اغلب طلبة جامعة الكويت. احنا عندنا مشكلة يعني الاساس مواقف، ما في مواقف يعني حق الطلاب متوفره، يعني هذه اكبر مشكله عندنا. غير كذي اشوف ان الوضع تمام طبيعي يعني. وبين مطرقه ندره مواقف السيارات والاختناقات المروريه وسندان التاخر عن حضور المحاضرات، يقف الطالب الجامعي حائرا ومتسائلا، هل سيكون الحل قريبا ام ان الوضع سيبقى على ما هو عليه؟ خالد الفارس، الراي.